انه احنا عندنا منفذين هنا متوقفات على طريق الفاو اللي هن منفذ المعامر ومنفذ الواصليه. الواصليه والمعامر اي ذني منافذ كانت تجي ترسى عليها السفن تنزل بضائع حتى ولو موانئ موانئ يعني ايه؟ مراسي يعني تجي مراسي. بضائع تجي كانت وتنزل بواخر او الزوارق هاي اللنجات اللي نسميها كانت على هاي المنفذين زين كانت ناس تشتغل بيها موظفين وعملوا سيارات وتريلات ماشيه الان منفذ الواصليه قاعد يشتغلون به بس المعامر واقف ابدا ماكو اي حركه فهذا اللي محتاجه حيطورهن حتى على الاقل اهم دعم الشباب واهم دعم اقتصاد المحافظه.